ثواني. يعني اليوم هاي استكمال لبعض المبادرات الشبابيه اللي انطلقت من مخيم الكريم، شباب بنحب المخيم، شباب موحدين من اجل خدمه المخيم. اليوم بالتنسيق مع مؤسسات وفعاليات المخيم ووكاله الغوث وبلديه الكريم بقسم المعارف والاشغال وايضا قسم الشرطه ممثله في قسم المرور، جئنا اليوم في هذه الفعاليه وهذا النشاط امام مدارس الوكاله برسم وتخطيط خط المشاه لطلاب المدارس، وايضا في وضع إشارة المرور وأيضا دهان المطبات بالفسفور حتى يكون يعني عاكس مرور. فهذه الأنشطة تتكامل سواء في طل الجدران ومحاربة المخدرات من قبل هذه الشباب وبث التوعية في داخل المخيم وبين خاصة صفوف الشباب. هذه المبادرات يعني نحن ندعمها ونشارك فيها وداعمين لها في كل الأنشطة السياسية والوطنية والثقافية لدى الشباب. هؤلاء الشباب مشكورين في هذه المبادرات، نتأمل وأن تبقى هذه المبادرات تنطلق من خاصة من أوساط الشباب حتى يكونوا شباب هم يعني رافدين للعمل الوطني والاجتماعي والطوعي في هذا المخيم والوطن والمحافظة، حتى تتكامل كل الأدوار تكون خدمة لمؤسساتنا لفعالياتنا لوطننا الحبيب اتجاه شعبنا وناسنا وجماهيرنا. احنا بنشارك اليوم في مبادرة شبابية لمخيم طول كرم لعمل خطوط مشاة وتركيب إشارات تحذيرية حول مدارس في المخيم. البلدية طول كرم تدعم كل مبادرة من أجل الرقي في مدينة طول كرم ومخيماتها. طبعا لازم يكون في عندنا إشارات تحذيرية أمام المدارس، لازم يكون في عندنا خطوط مشاة، لازم يكون عندنا إشارات على المطبات مشان نقدر نحمي أطفالنا. أنا النقيب هشام الدريدي، مسؤول قسم الشرطة المجتمعية في المركز المتنقل. مهمتنا اليوم هي بناء على تعليمات من سيادة العقيد عزام جبارة مدير شرطة طول كرم المشاركة الفعالة في حفظ الأمن والأمان للمواطنين. إحنا كمركز متنقل بنحب نشارك المواطنين، وبناء على اللي هي الفعاليات السابقة اللي قمنا فيها على أساس حفظ الأمن والأمان وحفظ سلامة الطلاب أثناء دخول وخروجهم من المدارس، تلوين المطبات، وضع الإشارات المرورية اللازمة، المشاركة المجتمعية إنه إحنا جزء من المجتمع، يكون اتصال والتواصل ما بين المجتمع حفاظا على أمنهم وأمانهم. وهي هي رسالتنا وهي التعليمات اللي هي صادرة لنا من قيادتنا، إنه إحنا نكون متعاونين في كل مكان وفي كل زمان، موجودين بين المواطنين، نحافظ على أمنهم وسلامتهم، نشاركهم في كل الأعمال اللي هي المجتمعية اللي إحنا ممكن إنه نوصل لمجتمع آمن خالي من الجريمة، اللي هي جزء منها اللي هي موضوع المطبات ووضع الإشارات الممرية، نوع من أنواع اللي هي الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع. مهنا عوفي منسق الفعالية، فعالية شبابية داخل المخيم. اليوم نخرج بمبادرة بالتعاون مع بلدية طول كرم وشرطة طول كرم، مبادرة مرورية من أجل أن نطلق المطبات ونضع شواخص مرورية داخل المخيم من أجل أن نخرج بمظهر جميل يليق بهذا المخيم، مخيم الشهداء، مخيم الأسرى، هذا المخيم الذي قدم الكثير من الصمود ومن التحدي. نعم، وعلما بأن هذا المخيم هو محطة انتظار حين العودة. شكرا.